Mohamed Salah for Liverpool, 98 Premier League goals. Right at the end of first half stoppage time to try and get Liverpool back into the game. Oh, coolest man inside Anfield. The delivery is towards Van Dijk and it comes to Salah. There it is! New season, still breaking. في المجتمع الغربي والناس المشهورة وكده موجود في الحفلة وبتاع بتاخد تشرب يا صلاح شوية شمبانيا شوية واين. ما اعرفش، بحس ان انا عمري مثلا نفسي ما راحت ان انا اشرب حاجه، ما حقيقي يعني السؤال نفسه ما بفكرش فيه كتير. الناس هنا ما بيضغطوش حد انه يعمل حاجه، بس انا في الاخر بحس ان انا يعني عمري مثلا ما حد ضغطني ان لازم تشرب كذا. ومن نفسي نفسها نفسي لا مش عايز اشرب، مش عايز اشرب. مساء الفل. لا 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 نفسي ما تروحلهاش. لا 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 هنا مش بيضغطوا عليا عشان اشربها، وبعدين انا مش شايفها كبيره عشان اشربها يعني. طبعا ده شعير وانتوا عارفين، وانا احمد صبري وده برنامج الشاه بندر، ودي حلقه استثنائيه عن المتخاذل صلاح. خلال ساعات وبعد تسريب لجزء من حوار احد الاعلاميين مع اللاعب محمد صلاح عن رد فعله اذا ما حد دعاه لشرب الخمور في حفله، جاء الرد بان نفسه مش بتروح لها. هاجت الدنيا وماجت، وصار السائرون على محمد صلاح ما بين اتهامات بالمياعة واتهامات بالتهوين من امر دينه، وانه اشترى دنيته باخرته، وانه مش فخر العرب ولا حاجه، وانه كمان لا يمثلهم، ورجعوا قلبوا في القديم والجديد لدرجه انهم نسيوا ان السؤال اصلا ما كانش ليه اي لازمه. حقيقي يعني السؤال نفسه ما بفكرش فيه كتير. ما خدوش بالهم ان الاعلامي اللي ساله معتاد على الاسئله اللي زي دي علشان يعمل زخم حوالين حلقاته. ده نفس الاعلامي لما سال المغني بتاع المهرجانات اللي بيقول اشرب خمور وحشيش ما سالوش السؤال ده. بس عموما مش ده موضوعنا، مش ده موضوع الحلقه. انا مش هتكلم عن قصه الخمور خالص، ولا هتكلم حتى عن رده، لان دار الافتاء المصريه مشكوره نزلت تغريدتين على تويتر وبوستين على فيسبوك يقفلوا الموضوع من الاساس. يعني صلاح لو قال انها حرام فهو كده ادعى عباده، ولو قال ان نفسه ما بتروحلهاش فهو برضه ادعى عباده زي ما تويتت دار الافتاء ما بتقول. وزي ما قلت لكم ان موضوع الرد بتاعه المفروض ان التويتين دول او التغريدتين دول بتوع دار الافتاء يكونوا انهوهم وقفلوهم تماما. فالحلقه مش عن الخمر، الحلقه النهارده عن مقارنه بين تاثير صلاح ومانيه كمسلمين على المجتمع الانجليزي. هتقول لي وانت تحشر مانيه في الموضوع ليه؟ اقول لك يا صديقي لانه لاعب مسلم وفي نفس الدوري ده، بل في نفس الفريق، ولما اتسال عن الخمر في لقاء سابق قال الرد اللي الكل عايزه. حسب الصحف ماني قال لن ألمس الكحول والخمور أبداً، الدين مهم جداً بالنسبة لي، أحترم أحكام الإسلام وأصلي 5 مرات في اليوم دائماً. مش ده الرد اللي كان نفسك صلاح يقوله؟ مش أنتم بتقولوا إن صلاح لازم يعبر عن الإسلام وتعاليمه ويستغل مكانته عند الإنجليز علشان يحبوا الإسلام والمسلمين؟ If it's good enough for you, it's good enough for me. It's sitting in a mosque, that's where I wanna be. لما تيجوا كده نشوف مين ليه تأثير أكبر كمسلم على المجتمع الإنجليزي، صلاح ولا مانيه؟ مع كامل الحب والاحترام لمانيه، تعالوا كده نشوف التقرير اللي صدر في جريدة الاندبندنت وغيرها من الجرايد العالمية عن دراسة أجرتها جامعة ستانفورد على أكثر من 8000 مشجع من ليفربول، وأيضاً الدراسة تبعت أكثر من 15 مليون تويتة لمشجعي الكورة في إنجلترا، وكمان رصدوا وحققوا فيما يقرب من 1000 حالة اعتداء بسبب الكراهية. وجدوا إن منذ قدوم فخر العرب إلى الأراضي الليفربولية إن جرائم الكراهية ضد المسلمين قلت بنسبة 18.9%، وإن تصريحات الكراهية ومشاعر الكراهية ضد المسلمين قلت بنسبة 50%. كل اللي بقوله لك ده في دولة اتعمل عليها استقصاء في موسم 2016-2017، يعني قبل ما صلاح يروح لهم. وجدوا إن 60% من الجماهير الإنجليزية عندهم الإسلاموفوبيا أو مشاعر الكره للمسلمين من ساعة أحداث 11 سبتمبر 2001 الشهيرة، مخزون من الكراهية بيتنامى على مدى 15 سنة. فيجي شخص في 2017 ينزل معدل الكراهية دي للنص. مين الشخص ده؟ الشخص ده اسمه محمد صلاح. اللي الدراسة قالته في ملخصها إن شخصية صلاح الودودة والمتواضعة في الفريق ساعدت على تفهم الجماهير إنسانية المجتمع المسلم، وبشكل عام النتائج دي بتدعم الفرضية اللي بتقول إن وصول صلاح إلى نادي ليفربول في 2017 أدى إلى انخفاض كبير في أعمال التعصب المتطرفة ضد المسلمين. ده كلام الدراسة اللي عملته جامعة ستانفورد مش كلامي. تعالى كده نشوف جريدة التايم اللي في 2019 اختارت شخصية كده إنها تكون من قائمة ال100 المؤثرين في العالم، وقالت عنه إنه أصبح ظاهرة في كرة القدم الإنجليزية لكن تأثيره امتد إلى ما هو أبعد من الرياضة. كان مين الشخصية دي؟ صلاح اللي مش عاجبكم كلامه. غريب صلاح ده يا أخي، من غير أي كلام عن الإسلام محبوب، من غير أي كلام عن تعليم الإسلام مؤثر. غريب إننا نكتشف الحقيقة إن الأخلاق دعوة للإسلام قبل الكلام، مع إننا خدنا كده في المدارس. افتكر لما كنا بنتكلم عن أخلاق تجار المسلمين اللي قدرت تنقل الإسلام وتعاليمه لمناطق واسعة من العالم قبل ما يروحوها دعاة الإسلام المتكلمين، لدرجة إن في كتاب اسمه قصة الحضارة، وده كتاب موسوعي تاريخي من تأليف الفيلسوف والمؤرخ الأمريكي ويليام جيمس ديورانت وزوجته. الكتاب بيتكلم عن قصة جميع الحضارات البشرية من بدايتها وحتى القرن ال19. قال الكتاب ده كلام مهم ولازم نفتكره دلوقتي. الكتاب قال إن التسامح الإسلامي كان سبب في اعتناق الإسلام من قبل معظم المسيحيين في الشرق الآسيوي، وكمان الوثنيين إلا أعداد قليلة منهم. ومش بس الشرق، ده الكتاب وضح إن أخلاق المسلمين هي اللي أدت إن كتير من اليهود في مصر وشمال أفريقيا دخلوا في الدين الإسلامي، وبسبب الأخلاق والتسامح ده استحوذ الدين الإسلامي على قلوب مئات الشعوب في البلاد الممتدة من الصين وأندونيسيا والهند شرقا، مرورا بفارس وبلاد الشام وجزيرة العرب ومصر ومراكش والأندلس غربا، وسيطر الإسلام على أخلاقهم وصاغ حياتهم. نرجع تاني لموضوع صلاح وماني ونوصل لاخر جزء اللي هنهي بيه الحلقه. قولوا لي كده الاغنيه دي اتغنت لمين؟ If he scores another few then I will be Muslim too. هما بيغنوا انهم هيبقوا مسلمين. تخيل الانجليز اللي كانوا بيكرهوا المسلمين بيغنوا احنا هنبقى مسلمين. مش دي دعوه للاسلام برضو؟ مش هما نفس الناس اللي بيغنوا بالاسلام دلوقتي او للاسلام هما نفس الناس اللي كانوا بيكرهوه قبل 2017؟ مش لازم الدعوه للاسلام تبقى بالكلام، ممكن تبقى انت داعي للاسلام باخلاقك وتصرفاتك وامانتك. ما اعتقدش ان في حد عنده ذره شك إن محمد صلاح عمل تأثير هايل على المجتمع الإنجليزي والغربي ككل بأخلاقه من غير ما يتكلم كلمة واحدة. خلينا نتفق ان انت وانا واحنا كافراد لما في فرد فينا بيعمل حاجه على هوانا بنرفعه لسابع سما، ولما نفس الشخص يعمل حاجه مش على هوانا حتى لو كانت مظبوطه وصحيحه وفي موضعها بننزله لسابع ارض، حتى لو الحاجه دي مناسبه للموقف اللي هو فيه والظروف اللي عايشها والهدف اللي هو بيبتغيه. احنا هنا مش جايين عشان نقول اللي عمله صلاح ده صح ولا غلط ولا حلال ولا حرام، لان دار الإفتة انهت الموضوع وقفلته، لكن احنا هنا جايين عشان نقول ان احنا منصبين نفسنا طول الوقت حكام على تصرفات الاخرين، مننا أولنا إن إحنا نبص على تصرفاتنا إحنا الأول. ده صديقي سجدة واحدة من ماني أو صلاح على أرض الملعب أبرك من 100 تويتة وأبرك من 100 خطبة بالنسبة للمجتمع الإنجليزي ككل. في النهاية أحب أقول إن إحنا بنكن كل الاحترام والحب لساديو ماني، وإن إحنا ما حطيناهوش في الحلقة دي موضع مقارنة خالص، إحنا كنا بس بنقارن بين شخص صلاح وشخصية صلاح اللي بتدعو لدين الله بأخلاقها، وشخصية ماني اللي بتدعو لدين الله بلسانها. الاتنين بيأدوا دورهم، والاتنين رموز وسفراء للإسلام وليهم تأثير كبير على المجتمع الإنجليزي من يوم ما حطوا رجليهم على الأراضي الإنجليزية. مساء الفل.